دعم الفئات الخاصة اللي هي في الجامعة الألمانية، بقت موجودة بقى لها أكثر من 9 سنين وقدمت خدمات معينة، والحمد لله إن هي النهاردة الخدمات اللي بتقدمها بقت محل اهتمام للي هم العاملين في هذا المجال. فدي فريق جاي من إنجلترا، هم مفترض إن هم مختصين أو هم متعاملين مع هذه الفئة، هم جايين يشوفوا إيه تجربة الجامعة الألمانية وإيه الإضافة اللي حصلتها، لأن الفئات الخاصة دول حالة فريدة جدا، يعني بيبقى كل واحد ليه برنامج خاص بيه، فبناء عليه بتقدري تطلعي احسن ما عنده. بالاضافه للدمج ان هم علاقتهم بالطلبه اللي هم هيكونوا ابهات ورجال المستقبل وستات المستقبل، ودور الجامعه الالمانيه حقيقه ان هي ما بخلتش باي دعم. ده سنتر موجود في انجلترا، كونسبت سنتر، ده من المراكز المتخصصه في تدريب مدربين لاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه، والحقيقه سمعوا عن التجربه وهم في احد زيارات في القاهره المراكز، فقالوا احنا نحب ان احنا نزورها لان دي حاجه جديده. الجامعه الالمانيه سباقه باخذ الخبرات من جميع انحاء العالم، فنكون لنا في المجال الاشخاص ذوي الاعاقه السبق، زي السبق العلمي السبق في المجتمع. It's very impressive. There's everything is here, isn't it? You've got people working very hard on chairs and all kinds of things there. And they all seem very, very happy and content. So it all looks very good. Hopefully we can find a partnership. It's absolutely amazing. I've never seen anything like this in the UK. Everybody seems to be having a fantastic time.